النشاطات اللي رانا نوجدوا فيهم بمناسبة السنة الأمازيغية يناير، أنا بصدد تحضير احتفالية في ولايتي بازا، يكونوا حاضرين فيها كاع الهيئات والمدراء الولاية، نعرفوا بالمنطقة ولايتي بازا، وتكون هذه في المركب السياحي السات، يكون حاضرين فيها حرفيين، ومن هذا الاحتفال نقدروا هذوما الحرفيين عاونوهم باش يبيعوا ويروجوا المنتوجات تاعهم، او ميم طون نعرفوا بالمنطقه هذه، ويكون ندعموا السياحه في الوطن الجزائري. احنا هذا الهدف من هذه الاحتفاليه في ولايتي بازا انه ندعم هذو الحرفيين اللي راهم يخدموا بالاشياء البسيطه تاعهم. احنا مادا بينا كمنظمات ندعموا هاد الشباب باش يخرجوا واش عندهم من المواهب، ونوصلوا الصوت تاعهم للمؤسسات الدوله، ومن بعد مادا بينا حنايا يكون يدعموهم ويكون عندهم محلات باش يبيعوا المنتوج تاعهم، او ميم طون يستفادوا هما وتستفاد الدوله من هذا المنتوج، ويروجوا تكون حاجه طبيعيه مصنوعه في الجزائر.